يعني بالفعل يبدو أن حماس استغلت اهتمام إسرائيل بجنوب غزة وتحديدا رفح في العودة أو في العودة مرة أخرى إلى مناطق في شمال القطاع، ربما نستعرضها بالخرائط التي سنشرحها الآن للمشاهدين. عادت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحماس مرة أخرى في أجزاء من شمال القطاع المدمر بصورة لافتة، وهي المناطق التي قال الجيش الإسرائيلي أنه قام بتطهيرها، لكن يبدو أن حماس قد أعادت تنظيم صفوفها في هذه المناطق بعد أن غادرتها القوات الإسرائيلية. منطقتان رئيسيتان في شمال القطاع قامت إسرائيل بقصفهما قصفا عنيفا. المنطقة الأولى هي منطقة جبلية أو مخيم جبلية، والذي شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة عليه، والذي تعرض لدمار واسع النطاق وعزلته القوات الإسرائيلية بصورة كبيرة أثناء حربها على أو هجومها على هذا المخيم، كان ذلك منذ أشهر. أيضا سكان محليون قالوا إن الطائرات الحربية والمدفعية قامت بقصف عنيف على مخيم جبلية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية التي تعمل في جبلية بشمال قطاع غزة تمنح حركة حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية هناك. وكان مسؤولون إسرائيليون قد صرحوا في الأسابيع الماضية بأنهم قد يضطرون لتوسيع نشاطهم في شمال القطاع، ذلك بعد في شمال غزة مرة أخرى بعد ملاحظة محاولات حماس استعادة السيطرة على هذه المناطق. نفس الشيء حدث أيضا في حي الزيتون والأحياء القريبة منه، حيث قام الجيش الإسرائيلي بشن غارات قوية وعنيفة على مخيم على حي الزيتون وحي صبرة، واللذين قام الطيران الإسرائيلي بقصفهما قبل أيام في محاولة منه لإعاقة محاولات حماس العودة مرة أخرى وإعادة تنظيم صفوفها في هذه الأحياء، ما دفع إسرائيل لشن هجوم بري وجوي مؤخرا أسفر عن مقتل 5 من جنودها في حي الزيتون. فيما قالت القوات الإسرائيلية التي تعمل في حي الزيتون أيضا أنها قتلت نحو 30 مسلحا فلسطيني في محاولة لحماس إحياء حكومتها في شمال القطاع. تزامنت هذه المحاولة مع العمل على إعادة هيكلة كتائب القسام الجناح المسلح للحركة، حيث صدرت الأوامر من قيادة القسام بتعيين قادة كتائب ونواب ومسؤولين ميدانيين بدل الذين اغتالتهم إسرائيل في حربها على الشمال. بالإضافة إلى الزيتون وصبرة، أيضا كانت هناك بعض أو القوات الإسرائيلية عملت بصورة كبيرة في مناطق أيضا في شمال القطاع، تحديدا بيت لاهيا وبيت حانون، وهما بلدتان قريبتان من الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل، وتعرضتا لقصف قوي بالمدفعية والطيران في الأيام الأولى للحرب، وشهدتا بداية التوغل الإسرائيلي كما نرى في شمال القطاع. إسرائيل كانت قد صورت أن مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أنها المعقل الأخير لحماس، قائلة أنه يتعين عليها اجتياحها، وذلك حتى تنجح في تحقيق أهدافها المتمثلة في تفكيك حماس وإعادة العشرات من الرهائن. لكن محاولات حماس إعادة السيطرة على شمال القطاع تظهر أن هذا الهجوم الإسرائيلي الكاسح لم يحقق أهدافه المنشودة حتى الآن.